في الواقع أنت تعلم أنني لا أحب تضيع الوقت، فأردت الوصول إليك في أسرع وقت، ولكنني تفاجأت بهذا الضباب، فكان يجب علي أن أكمل، فالوقت أرجوك سيد جواد، ما فعلته كان تهوراً وليس حفاظاً على الوقت. الآن سنحتاج وقتاً لكي نصلح سيارتك، وأظن أنه سيكون وقتاً طويلاً. هل يمكننا الذهاب بسيارتك إذن؟ فالوقت يداهمنا. حسناً، يمكننا ذلك، هيا بنا. انطلق إلى سيارة الأستاذ ثعلوب، وبعدها اتجه ناحية المنجم المقصود. أثناء الطريق كان السيد جواد ينظر إلى ساعته كل دقيقة ويطلب من الأستاذ ثعلوب أن يسرع، ولكن الأستاذ ثعلوب لم يبالي، فهو يعلم أنه إذا أسرع أكثر من هذا فإن ذلك سيعد تهوراً. لقد تأخرنا كثيراً، هل... اهدأ قليلاً سيد جواد، لا داعي للعجلة، هل يمكنك إرشادي للأماكن التي نقبت فيها؟ بالطبع، اتبعني. سار الأستاذ ثعلوب وراء السيد جواد منبهراً بكبر حجم المنجم. هنا أستاذ ثعلوب! أسرع الأستاذ ثعلوب إلى حيث أشار السيد جواد، فوجد آثار حفر مختلفة، فأخرج جهازه وقال: لنبدأ العمل! ما الذي يحدث؟ أخبرني! هذا الجهاز يستطيع أن يشعر بوجود المعادن في منطقة ما، حتى إذا كانت مدفونة عميقاً في الرمال، وهذا يعني وجود معادن بتلك الحفر. أعطني هذا. حفر الأستاذ ثعلوب حفرة صغيرة بجانبهم في المكان الذي أصدر الجهاز أعلى صوت عنده. لم يستغرق وقتاً طويلاً حتى أخرج الأستاذ ثعلوب حفنة تراب من هذه الحفرة. تراب من جديد أستاذ ثعلوب. انظر جيداً. كما توقعت، المنجم مليء بالذهب ولكنه مختلط بالتراب، لذا علينا الحفر أكثر والحصول على كمية كبيرة من التراب لاستخراج أكبر كم من الذهب. أها! لذلك ظننت أنه لا يوجد ذهب. لا، ليس هذا هو السبب. السبب أنك متعجل دائماً، تريد إنهاء كل شيء في أقل وقت ممكن، وهذا شيء خاطئ إذا فعلته في كل شؤون حياتك، لأن هناك أشياء تتطلب التأني وتحتاج إلى بعض الوقت. ربما حفرت كثيراً ولكنك لم تعثر على شيء لأنك لم تعطي الأمر وقته الكافي، وبذلك كدت تعتقد أنك فشلت في عملك. اعلم يا صديقي أن في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، وخير دليل على ذلك سيارتك أمام منزل. لم أفكر من هذا المنطلق من قبل، لقد كنت أعتقد دائماً أن السرعة هي الحل، ربما لأن تجارتي ومعاملاتي سريعة جداً أصبحت السرعة والعجلة من طبيعتي. لكنك على حق أستاذ ثعلوب، وأنا لا أعرف كيف أشكرك، لقد ساعدتني كثيراً، وأعلم أنني سأعمل بحكمتك هذه. الوقت كالسيف؟ عفواً، أقصد في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. سأقوم اليوم باستئجار بعض العمال لاستخراج هذا الذهب. أحسنت سيد جواد، أنت شخص مجتهد وبارع في عملك، كل ما تحتاج إليه هو التوسط والاعتدال، فبعض الأشياء يحتاج للسرعة وبعضها الآخر يلزمه التأني، كقيادة سيارتك مثلاً. بالمناسبة، إلى أين تريدني أن أقلك الآن؟ إلى ورشة السيد هادي، سنحضره لإصلاح سيارتي أمام منزلك، وأشكرك مجدداً أستاذ ثعلوب. وبالفعل انطلقا معاً بالسيارة باتجاه السيد هادي. كان الأستاذ ثعلوب يقود السيارة متأنياً، إلا أنه يخشى أن يعود الضباب مرة أخرى في أي لحظة. يوماً ما، كان النسر العظيم هيثم يطير إلى عشه، كل ما أراده حينها هو الراحة، ولكنه لم يقوى على الوصول، فقد شعر بالبرد والتعب الشديد، يبدو أنه قد أصبح نسراً مسناً، لذا قرر الذهاب للأستاذ ثعلوب. أهلاً سيد هيثم، تبدو متعباً، تفضل أرجوك. شكراً أستاذ ثعلوب.
حسناً، أخبرني كيف أساعدك؟ أستاذ ثعلوب، لقد عشت أياماً مليئة بالازدهار والرخاء، ولكنني صرت كهلاً ومتعباً، ولا أستطيع العيش وحيداً هناك في هذا الطقس البارد. وأين تعيش سيد هيثم؟ على قمة الجبل. فهمت، الرياح قوية هناك، يبدو أنك تصاب بالبرد كثيراً. كلا، لم أعتد أن أمرض، لكن ذلك كان في الماضي، أما الآن صرت ضعيفاً، لست كما كنت سابقاً، كما أنني وحيداً هناك بالأعلى، لا يوجد أحداً يتحدث إلي أو يساعدني في التماثل للشفاء إن مرضت. ولم لا تأتي وتعيش معنا في الغابة؟ لقد بحثت كثيراً، لكنني لم أعثر على المكان المناسب لعش الكبير، ولا أقوى على بناء عش جديد، كما لا أستطيع السكن في بيت أحدهم. أخذ الأستاذ ثعلوب يفكر، ما الذي يمكنه فعله لمساعدة صديقه القديم؟ وجدتها! سوف نبني بيتاً جديداً، لا تقلق! سريعاً جمع الأستاذ ثعلوب أدواته وقفز في سيارته متجهاً إلى وسط الغابة. توقف أمام شجرة بدت قديمة وراسخة في منتصف الغابة، حيث تعيش العديد من الحيوانات. مكان رائع أستاذ ثعلوب! انتظر لترى ما خططت لأجلك. أسند الأستاذ ثعلوب السلم على الشجرة وبدأ في عد الخطوات لأعلى. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10. وعندما وصل إلى الأعلى، فتح حقيبته وأخرج ألواحاً خشبية، ثم قام بتركيبها معاً. والآن أحتاج لبعض المسامير، وسيكون كل شيء في أفضل حال. شارفنا على الانتهاء سيد هيثم. لا أطيق الانتظار أكثر أستاذ ثعلوب. يا إلهي، يا له من بيت رائع. إنه بيتك الآن سيد هيثم. هذا بيتي؟ لا أصدق عيني. أشكرك بشدة أستاذ ثعلوب. على الرحب صديقي. دخل النسر هيثم منزله الجديد، وكان يومه بمثابة العيد. كانت فكرة سديدة للأستاذ ثعلوب، الذي طالما ساعد الغير وأسعد القلوب. في صباح يوم مشرق جميل، انطلقت السيدة نظيرة بنشاط وحيوية باتجاه منزل السيد ألفي. مرحبا، معك ألفي. ألفي، أنا السيد شائب، كيف حالك؟ أنا بخير، شكرا لك. عظيم، أرسلت لك المقطوعة الجديدة، عليك التدرب جيدا. بالتأكيد، سأبدأ بمجرد وصولها. ما إن وضع السيد ألفي السماعة حتى سمع طرقاً على الباب. صباح الخير سيد ألفي، لدي طرد لك من السيد شائب. شكراً سيدة نظيرة، الآن علي أن أبدأ.
أخذ السيد ألفي الطرد وأخرج النوتة الموسيقية، ثم خرج ليتدرب. جلس السيد ألفي يستجم على الشاطئ ويتمرن على المقطوعة الموسيقية الجديدة. أحب السيد ألفي الكمان كثيراً وكان يستمتع بالعزف عليها، لكن ذات مرة وأثناء اندماجه في العزف انقطعت أوتار الكمان، مما أحزن السيد ألفي بشدة. يا إلهي، انقطعت الأوتار، كيف سأتدرب الآن إذن؟ ماذا علي أن أفعل؟ وجدتها، سأذهب للأستاذ ثعلوب. مضى السيد ألفي باتجاه منزل الأستاذ ثعلوب آملاً في إيجاد حل لمشكلته. ترى من يكون؟ سيد ألفي، نجمنا الكبير، مرحبا، تفضل. شكرا أستاذ ثعلوب. استرح. هل تود عصير الليمون؟ هذا لطف منك. عاد الأستاذ ثعلوب ومعه العصير اللذيذ، وعندئذ لاحظ الكمان. ماذا حدث للكمان؟ كنت أتمرن على الشاطئ، ثم فجأة انقطعت الأوتار، فهل يمكنك مساعدتي؟ حسناً، يمكننا شراء أوتار جديدة وتركيبها. لقد اشتريتها بالفعل، لكني لا أعرف كيف أركبها، إنها أول مرة. لا عليك، الأمر بسيط، دعني أشرح لك كيف تركبها. أولاً نزيل الوتر القديم عن طريق لف هذا المفتاح، ثم نقوم بسحب الوتر المقطوع خارجاً، وبعد ذلك نلف المفاتيح الصغيرة في الجهة الأخرى ونسحب باقي الوتر المقطوع من مكانه. ها قد أخرجنا الأوتار المقطوعة. الآن ندخل هذا الطرف للوتر الجديد في هذه الفتحة، ثم نلف الوتر حول الفتحة هكذا ونثبت الطرف الآخر في الفتحة الأخرى. وها هو الوتر الآخر أيضاً. تفضل جربها. حسناً. أخيراً بعد حل مشكلته وإصلاح الكمان، عاد السيد ألفي لبيته ليعزف من جديد. بدأ اليوم بداية جميلة، فالأستاذ ثعلوب يمارس رياضته الصباحية، والجو رطب والمنظر بديع، مما يجعلك تود الركض في هذا الطريق حتى تصل إلى نهاية العالم. لكن بدأت تلك الظاهرة في الانتشار، مما أجل أي فكرة للاستمتاع بهذا الطقس.
يا لهذا الضباب الذي يكسو الغابة اليوم! إنها ظاهرة غريبة تجتاح الغابة في الآونة الأخيرة. أرجو أن يكون كل شيء بخير. علي الذهاب إلى المنزل حالاً. هل الجميع في الغابة يعانون مثلي؟ أنا لم أحصل على جريدة الصباحية بعد، وكيف لي أن أحصل عليها؟ فأنا لا أستطيع الرؤية. أها، السيد سلطان، سأقوم بالاتصال به، فربما يستطيع إخباري بما يحدث. اتجه الأستاذ ثعلوب إلى هاتفه لمحادثة السيد سلطان. ولكنه لم يجد أي رد. ربما ليس بمنزله، سأحاول محادثته عبر اللاسلكي. وعندما بدأ بالبحث عن جهازه، إذا به يسمع صوت طرق على الباب فجأة. ها؟ كيف استطاع أحدهم القدوم في هذه الظروف؟ ترى من يكون؟ اتجه الأستاذ ثعلوب إلى باب منزله ثم فتحه. كان يقف أمامه السيد جواد مرتدياً ملابسه الأنيقة. من لا يعرف السيد جواد يظن ربما أنه من رجال الاستخبارات، ولكنه لم يكن إلا رجل أعمال بارع، وكان اليوم يمر بمشكلة. السيد جواد، يا للمفاجأة! لم أتوقع أنه أنت أبداً. كيف حالك؟ تفضل. شكراً أستاذ ثعلوب، أنا لا أريد أن أضيع أي وقت، فأنا دقيق في وقتي وأعمالي. بالطبع، هل أحضر؟ لا وقت لدي، فقد أردت مشورتك في أمر ما أستاذ ثعلوب. اجلس من فضلك، فالوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. حسناً، تريت قليلاً، وأخبرني قبل كل شيء كيف استطعت الوصول في هذا الضباب. قصة طويلة، ستستغرق وقتاً، ولا يمكنني أن أضيع وقتي بأي طريقة. حسناً، أخبرني ماذا هناك؟ في بداية الأسبوع السابق، استطعت بعد جدال ومحاولات كثيرة أن أنجح في الحصول على منجم الذهب الموجود في شرق الغابة. باختصار شديد، المفترض أن هذا المنجم به ذهب، ولكنني عندما بدأت بالتنقيب، لم أعثر إلا على حفنة من التراب. كان شعوراً سيئاً جداً، لقد خاب ظني، وأحسست أنني أخطأت بهذه الصفقة. ما رأيك أستاذ ثعلوب؟ هذا غريب حقاً، المنجم معروف بذهبه الكثير بالداخل. ما رأيك أن نذهب الآن إلى هناك ونرى ما يمكننا فعله؟ ولكن انتظرني لحظة، سآتي بشيء يساعدنا. أأنت متأكد أنك لا تريد شرب شيء ما؟ نعم، أشكرك أستاذ ثعلوب، أرجو منك أن تسرع، أنت تعلم أن الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. نعم، أمهلني دقيقتين فقط. كثير أستاذ ثعلوب. دخل الأستاذ ثعلوب غرفته وقام بتبديل ملابسه في الحال، ومن ثم خرج إلى ورشته سريعاً وبدأ في البحث عن آلة لكشف المعادن، وبالفعل وجدها، فعاد من فوره إلى منزله حيث وجد السيد جواد واقفاً ينظر إلى ساعته ويبدو عليه القلق الشديد. أستاذ ثعلوب، لماذا تأخرت؟ لدي اجتماع في المساء مع رئيس مجلس الغابة، سنعقد صفقة، وأي دقيقة تضيع ثمنها كبير، فأنت تعلم أن الوقت كالسيف. فهمت سيد جواد، ولكننا هكذا نضيع وقتاً أكثر، أليس كذلك؟ بلى، هيا بنا إلى سيارتي. حسناً. كان الضباب قد بدأ في التلاشي شيئاً فشيئاً، وأصبحت الرؤية مقبولة، وعندما وصل كانت المفاجأة. ما هذا؟ ما الذي حدث؟ ترى ما الذي حدث؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة.
أثناء ليلة الأمس كان السيد نعسان في طريقه من العمل إلى البيت، ولأن الشوارع كانت خالية وهادئة غلب السيد نعسان النوم وحلق مع أحلامه المليئة بالطعام اللذيذ. لكن فجأة توقفت سيارته بدون سبب. نام السيد نعسان على عجلة القيادة. كان الصوت مزعجاً للغاية. حاول الأستاذ ثعلوب أن يتلاشى الصوت لكن بلا جدوى، ورغم استخدامه غطاء الرأس والسماعات لم يعد يتحمل ذلك الصوت الفظيع. ما هذا الصوت المزعج؟ ترى من يكون في تلك الساعة المتأخرة؟ السيد نعسان، أنت ثانية؟ يا لك من مزعج، ما الذي أتى به في هذا الوقت؟ ها هو نائم على آلة التنبيه. المعذرة. سيد نعسان، مرحبا مرحبا. هذا كثير. من؟ أين؟ ما الساعة الآن؟ إنها الثانية بعد منتصف الليل، وها أنت نائم على آلة تنبيه سيارتك أمام منزلي. أوه، أستاذ ثعلوب، كيف حالك؟ يا إلهي، الثانية صباحاً؟ ها؟ فعلاً؟ إذن كيف أساعدك أستاذ ثعلوب؟ تساعدني؟ تساعدني؟ أنت نائم أمام منزلي. وماذا أفعل هنا؟ لا أعرف، أنت أخبرني. لقد كنت نائماً واستيقظت على الصوت الفظيع لآلة تنبيه سيارتك. عذراً، يبدو أن النعاس قد غلبني مجدداً. يا إلهي، لا بأس في ذلك. الآن هل يمكنك أن تقود سيارتك باتجاه منزلك دون أن تغط في النوم وتسقط رأسك على آلة التنبيه؟ حسناً أستاذ ثعلوب، إلى اللقاء. إلى اللقاء. حاول السيد نعسان إدارة السيارة لكنها لم تعمل. يا إلهي. أستاذ ثعلوب، انتظر، ساعدني. ماذا الآن؟ السيارة لا تعمل. هذا ما يبدو. هل يمكنك مساعدتي؟ بالتأكيد. عاد الأستاذ ثعلوب وبدأ في فحص السيارة. بدأ للأستاذ ثعلوب أن كل شيء على ما يرام، وعندما أغلق غطاء محرك السيارة وجد السيد نعسان يغط في النوم من جديد. تعجب الأستاذ ثعلوب وحاول إيقاظه بالطرق على مقدمة السيارة، لكن السيد نعسان لم يستيقظ. حينها قرر الأستاذ ثعلوب أن يحاول تشغيل السيارة بنفسه. سيد نعسان، لقد نفذ الوقود من سيارتك. من؟ ماذا؟ سيارتك قد نفذ منها الوقود. معقول؟ وماذا سنفعل الآن؟ نملأ خزان الوقود. حسنا. لقد نمت ثانية. ماذا؟ استيقظ، سأملأ لك خزان الوقود، لدي بعض منه في الداخل. سيكون هذا رائعا.
سيد نعسان، لقد انتهيت، يمكنك الذهاب الآن. شكرا، مع السلامة. مع السلامة. لا، ليس مجددا. كانت الآنسة ياسمين ترسم على الشاطئ كعادتها، مستمتعة بممارسة هوايتها. أظن أنني يجب أن ألونه باللون الأزرق. لا مهلاً، أظن أن هذا أفضل. لما لا أعطيه بعض اللون الوردي الموجود على ريشي؟ هذا لا يجدي نفعاً. علي الاتصال بالأستاذ ثعلوب، لعله يخبرني ما يجب علي فعله. مرحبا. أهلا أستاذ ثعلوب، أنا ياسمين. أهلا ياسمين، كيف حالك؟ بخير أستاذ ثعلوب، لكنني بحاجة إلى مساعدتك. هل بوسعك القدوم إلي؟ أنا في مكان الرسم المعتاد. بالطبع، سآتي حالاً. ارتدى الأستاذ ثعلوب ملابسه وانطلق بسيارته إلى حيث ترسم ياسمين. أستاذ ثعلوب، أنا سعيدة لمجيئك. لقد حاولت بكل الطرق ولكنني لم أفلح. ماذا تحاولين أن تفعلي؟ أنا أحاول أن أضيف بعض اللون الوردي أستاذ ثعلوب. لا أظنك تتبعين الطريقة الصحيحة يا سمين. حسناً، ماذا علي أن أفعل؟ هل تستخدمين لوحة للألوان؟ بالتأكيد. حسناً، أي الألوان لديك؟ لدي الأحمر، الأزرق، الأصفر، الأسود والأبيض، وينقصني الوردي، الأخضر، البرتقالي، البنفسجي والبني. دعيني أرى، إذا أضفنا القليل من الأحمر إلى القليل من الأبيض، نحصل على الوردي. إنه أشبه بالسحر. وماذا عن بقية الألوان؟ هل تودين التجربة؟ أجل، أود ذلك، ولكن أي الألوان أستخدم؟ أطلق العنان لخيالك. أريد أن أجرب الأحمر والأزرق. حسناً. رائع، أستطيع تلوين أزهاري بالبنفسجي. هل تريدين التكرار؟ بالطبع، هذه المرة سأجرب الأحمر والأصفر. جميل، إنه البرتقالي. إنه جميل أستاذ ثعلوب، لكن لا زال ينقصني الأخضر. حسناً، لنرى، ألم نخلط الأزرق والأصفر بعد؟ صحيح، انظر إلى هذا اللون الأخضر الجميل. الآن لوني كما تشائين. لكن أستاذ ثعلوب، ماذا عن البني؟ صحيح، كدت أنساه. برتقالي وأزرق. نعم، هو ذاك. حقاً أنا لا أعرف كيف أشكرك أستاذ ثعلوب. لا عليك يا سمين، أحب ألوانك جداً. بالفعل؟ نعم، إنها زاهية. أشكرك، هذا بفضلك أنت. حسناً، إذا أردت لوناً ما فقومي بدمج الألوان معاً. وهكذا عن طريق دمج الألوان التي لديها حصلت ياسمين على ألوان جميلة جديدة، فكانت منشرحة سعيدة.
كان خنزوان راقداً في سريره، لم يفلح في النوم رغم أنه حاول بكل جهده، لذا تشكلت هالات سوداء تحت عينيه. لا، ليس مجدداً، أشعر بالنعاس الشديد لكني لا أقدر على النوم. ماذا يحدث؟ وجدتها، سأكلم الأستاذ ثعلوب. أمسك خنزوان بالهاتف واتصل بالأستاذ ثعلوب الذي كان نائماً حينها. مرحبا. أهلاً أستاذ ثعلوب. أهلاً خنزوان، هل أنت بخير؟ ليس تماماً، لا أستطيع النوم. ولما هذا؟ لا أعرف. حسناً، عد للسرير وأغلق عينيك ثم عد إلى ألف، ستجد نفسك حينها تغط في نوم عميق. حسناً، سأحاول أن أفعل هذا. شكراً أستاذ ثعلوب. ليلة سعيدة. حسناً، الآن 1 2 3 4 5 6. هذا لم يجدي نفعاً. مرحبا. مرحبا، هذا أنا مجددا. ألا زلت مستيقظا؟ أنا مستيقظ منذ 3 أيام. هذا فظيع. أرجوك ساعدني أستاذ ثعلوب. سأنهض وآتيك حالا. تفضل أستاذ ثعلوب. ما الذي يوقظك عزيزي؟ أنا لا أعلم. هل أنت مضطرب؟ هل تفكر أكثر من اللازم؟ هل تكثر من القهوة؟ لا أفعل أي من ذلك. في الواقع أشعر بالنعاس الشديد. هل أريتني حجرتك من فضلك؟ بالطبع. الإضاءة ليست مزعجة، ودرجة الحرارة معقولة. الوسائد باردة ورائحتها زكية كرائحة الخزامة. أرأيت؟ كما قلت لك. دعنا نلقي نظرة على سريرك. أها، توجد هنا بعض الألواح المكسورة. هل علي أن أتخلص من السرير؟ لا، نحن فقط سنبدل الألواح المكسورة بأخرى جديدة. تحتاج إلى 1 2 3 4 5، 5 ألواح جديدة. انتظر هنا. أزال الأستاذ ثعلوب الألواح المكسورة ووضع الألواح الجديدة بدلاً عنها. حسناً، انتهى عملي هنا. أنا أشكرك بشدة أستاذ ثعلوب. تثاءب الأستاذ ثعلوب عندما رأى خنزوان، ثم قرر العودة قبل فوات الأوان
للحصول على قسط وافر من النوم قبل أن تطلع الشمس ويبدأ اليوم. في منتصف فصل الشتاء، حيث موسم التخزين والاختباء، كان صوت الرعد يخلع القلوب والمطر منهمر على كل الدروب، وكان صديقنا نقار الخشب نديم يواجه إحدى المشكلات. يا إلهي، ما هذا الطقس البارد؟ علي الاستعانة بالأستاذ ثعلو قبل أن ينهار منزلي. كان الأستاذ ثعلوب يقرأ كتابه عندما وصل إليه السيد نديم. لم يكن أحد ليأتي في مثل هذا الوقت إلا إذا كان هناك مشكلة. سيد نديم، ما الذي جاء بك في هذا الطقس البارد؟ تفضل بالدخول سريعا. أستاذ ثعلوب، أعلم أن الطقس بارد وأعلم أن مشكلتي قد تصيبك بالملل، لكن أرجوك ساعدني. بالطبع، لا تقلق واسترح قليلا، ريثما أعد لك مشروبا ساخنا يدفئك في هذا البرد الشديد. حسنا، شكرا لك أستاذ ثعلوب. الآن أخبرني، ما هي مشكلتك؟ إنه السقف، أفسده الشتاء ثانية. حاولت مرارا وتكرارا أن أصلحه دون جدوى، لا ينتهي أبدا كابوس فصل الشتاء. تفضل عزيزي. أشكرك بشدة. إذن أخبرني، ماذا حدث للسقف؟ المطر يجعله هشا، حتى أنني أحيانا أخاف أن يتهاوى. لا أريد أن أتجمد. أنت محق، إنها حقا مشكلة كبيرة. حسنا، هل ستساعدني؟ أدرك الأستاذ ثعلوب أنه لن يستطيع إيقاف المطر، لذا ظل يفكر ويفكر. لدي فكرة، يجب أن نبعد المطر عن سقف منزلك. ولكن كيف سنفعل ذلك؟ حسناً، علينا الذهاب لمتجر الغابة، لكن أولاً علينا أن ننتظر توقف العاصفة. انقشعت العاصفة وأشرقت الشمس من جديد، وبعدها أظن أن الطقس مناسب الآن. هيا ننطلق أستاذ ثعلوب. انطلق الاثنان معاً وتوجها نحو متجر الغابة. وماذا سنشتري أستاذ ثعلوب؟ سقفاً مائلاً. سقف؟ وكيف نستطيع أن ننقله؟ لا تقلق، هذا نوع جديد يبيعونه على هيئة قطع يمكن تجميعها معاً. حل عبقري. أجل، اختار الأستاذ ثعلوب سقفاً جميلاً وتحرك معاً نحو منزل السيد نديم. وهناك صعد الأستاذ ثعلوب وبدأ في إصلاح المنزل من الأعلى. والآن كل ما نحتاجه هو أن نجمع تلك القطع معاً. ها قد انتهيت. أنا آت. لا أصدق عيني. هذا السقف لن يجعل المطر يزعجك مرة أخرى، لا تقلق يا عزيزي. إذن هل تقصد أنه لن يدخل الماء إلى منزلي مرة أخرى أستاذ ثعلوب؟ بكل تأكيد، فأنا الأستاذ ثعلوب. أنا في غاية السعادة، أشكرك كثيرا أستاذ ثعلوب. لا عليك أبدا، كل ما يهمني أن نعيش معا في جو جميل. ودع السيد نديم الأستاذ ثعلوب بعدما عاد الدفء والأمان.
طالما شعر التنين جانح بالفخر بموهبته في التصوير، وكل ما أراده هو فرصة لإثبات موهبته للجميع من حوله. ولم يمض وقت طويل حتى رشحه أحدهم ليكون المصور الرسمي لحفلة عيد ميلاد الملك سبع. لقد انتهيت، الآن إرسال. يا لها من صورة! الآن عرفت من سيكون مصورنا. وفي الحال أرسل السيد منير رسالة إلى جامح. أخيراً رشحني أحدهم، لن أخذله أبداً، أعد بذلك. أخذ جامح يتدرب على التصوير بالكاميرا أكثر فأكثر، التقط صوراً جميلة وشعر بسعادة غامرة. كان كل شيء يسير على ما يرام حتى صباح يوم الحفل. إنه اليوم، أخيراً يجب علي أن أتمرن. ها؟ يا إلهي، ماذا فعلت؟ بينما كان يختبر الكاميرا إذ ضغط على زر غير من خواصها فصارت الصور بيضاء اللون. حاول جامح أن يعيدها كما كانت، فقام بمسح العدسة وفحص المرشحات لكن دون جدوى. ماذا علي أن أفعل؟ آه، ما العمل؟ لابد أن أذهب إلى الأستاذ ثعلوب. بعد القليل من التفكير لم يجد أمامه إلا اللجوء للأستاذ ثعلوب، فأخذ الكاميرا وطار إليه في الحال. مبكراً هكذا. جامح، هذا أنت. ساعدني أستاذ ثعلوب، الكاميرا فجأة كل الصور بيضاء، ما العمل؟ اهدأ عزيزي، اهدأ، تفضل بالدخول. دخل جامح والأستاذ ثعلوب، وبعد ما جلس شرح مشكلته في هدوء. كما تعلم فاليوم حفل ميلاد الملك. نعم، وعلمت أنك ستكون المصورة الرسمية للحفل، تهانينا. لا أستاذ ثعلوب، أخشى أنني لن أستطيع المشاركة. ماذا؟ لما؟ الكاميرا تعطلت. تعطلت؟ نعم، قمت اليوم باكراً لتجربتها قبل الذهاب، لكنني وجدت الصور كلها أصبحت بيضاء. هل فحصت العدسة؟ نعم، وأعدت مسحها كي أتأكد، لكن بلا جدوى. والمرشح؟ كل شيء. إذن ليست العدسة ولا المرشح. دعني ألقي نظرة. أمسك الأستاذ ثعلوب بالكاميرا وبدأ في فحص الإعدادات. من أين سأشتري واحدة الآن؟ هل لديك كاميرا يمكنني استعارتها؟ لا أظنك بحاجة إليها. سأذهب إلى السجن، أليس كذلك؟ لا، لا يمكنهم إرسال المصور الأمهر إلى السجن عزيزي. سأكون أضحوكة الجميع. هل أنت متأكد من ذلك؟ ها؟ التقط الأستاذ ثعلوب صورة وأراها لجامح الذي لم يصدق عينيه. يا إلهي، إنها تعمل. ماذا كانت مشكلتها؟ لقد زدت خاصية الجاما بدون قصدك. لقد نسيت فحص ذلك. شكراً أستاذ ثعلوب.
أذهب الآن. أراك في الحفل. سيكون ذلك رائع. عندئذ غادر التنين جامح عائدا إلى بيته في سعادة وسرور. ذات يوم وبينما كان الأستاذ ثعلوب يستمتع بقهوته الصباحية ويقرأ الجريدة، إذ رن هاتفه. ترى من يتصل في هذا الوقت المبكر؟ مرحبا. مرحبا أستاذ ثعلوب، أنا الملك سب. أهلا مولاي، كيف حالك اليوم؟ لدي مشكلة تزعجني. ولما ذلك؟ إنه البيانو، حاولت أن أعزف عليه لكن صوته غريب. كيف هذا؟ لا أعرف، هل أتيت لتفحصه؟ بالتأكيد، سآتي حالا. شكرا لك، سأكون في انتظارك. حسنا، إلى اللقاء. على الفور ارتدى الأستاذ ثعلوب ملابسه وأخذ حقيبة أدواته ومفاتيحه، ثم ركب سيارته وانطلق نحو بيت الملك سبا. أهلا أستاذ ثعلوب، لحظة من فضلك. مولاي، لقد وصل الأستاذ ثعلوب. عظيم، دعه يدخل. تفضل أستاذ ثعلوب، فجلالة الملك بانتظارك. صباح الخير، ها قد جئت. أوه، من فضلك أستاذ ثعلوب، أصلح لي البيانو، فهو الشيء الوحيد الذي يسعدني. لا تقلق سيدي، سأجد حلاً لك. بدأ الأستاذ ثعلوب في فحص البيانو وتجربة مفاتيحه. ما الأمر أستاذ ثعلوب؟ هل به عطل؟ أستاذ ثعلوب، أرجوك أجبني، الصوت مريع. كلا، ليس الأمر كذلك، يحتاج فقط للصيانة. هل يجب علي أن أشتري واحداً جديداً؟ لا سيدي، الأمر بسيط وسأبدأ في الحال. حقا؟ شكرا أستاذ ثعلوب، لقد كانت صدمة كبيرة. ولكن أوه لا، ليس هذه الكلمة. عفوا، أمهلني بضع دقائق. أوه حسنا، سأنتظرك. والآن حان وقت العمل. أرجوك أستاذ ثعلوب، أصلح سريعا، فهو عزيز علي جدا. لا تقلق، سيبدو جديدا. فتح الأستاذ ثعلوب صندوقه وأخرج بعض الأدوات، ثم بدأ العمل.
جميل، صوته رائع. أخبرتك أن الأمر بسيط. لا أصدق حقا. أشكرك بشدة أستاذ ثعلوب. على الرحب والسعة. وبهذا انتهى عمل الأستاذ ثعلوب. لوح للملك مودعا وغادر سعيدا بمساعدة صديقه. فلا أجمل من مساعدة بعضنا البعض. في عالم مليء بقصص المرح والمغامرة حدثت هذه القصة. كان الأستاذ ثعلوب جالساً في الفناء الخلفي يرسم لوحة جميلة لطائر يطير خارجاً من عشه فوق نهر أزرق عريض. الجمال في كل مكان، كل ما علينا أن نمعن النظر. ثم قاطعه نداء يطلب المساعدة. أستاذ ثعلوب، ساعدني أرجوك أستاذ ثعلوب. لقد كانت السيدة حلوب البقرة النشيطة. أنا في مشكلة كبيرة، وأنت الوحيد الذي يستطيع أن يجد صغيري. تفضلي سيدة حلوب، اهدئي قليلا ولا تنسي أن لكل مشكلة حلا. دعا الأستاذ ثعلوب السيدة حلوب للدخول للبيت وقدم لها عصير الليمون بالنعناع كي تهدأ قليلاً. الآن أخبريني، ماذا حدث بالضبط؟ في صباح الأمس ذهبت للتسوق، وهناك قابلت الجمل جميل. ظللنا نتحدث ونتسوق معاً، ولم أنتبه لمرور الوقت. وعندما عدت للمنزل وجدت الباب مفتوحاً. دخلت لأتفقد ليلي وبكور، فلم أجدهم في أي مكان. ناديت عليهم مراراً لكن لم يجب أحد. هل كان البيت مفتوحاً عندما غادرت في الصباح؟ يا إلهي، لم أتأكد من إغلاقه. يا لإهمالي، هذا خطير. شعر الأستاذ ثعلوب بالأسى تجاهها، لذا قال لها: لا تقلقي سيدة حلوب، لدي فكرة جيدة. بحث الأستاذ ثعلوب عن اللاسلكي واتصل بالسيد سلطان رقيب الغابة. يا رقيب، أحتاج المساعدة. في خدمتك أستاذ ثعلوب. الآن لدي مهمة لك. أريدك أن تجد أبناء السيدة حلوب الصغار ليلي وبكور. ليلي ترتدي فستاناً وردياً، وبكور يرتدي قميصاً أبيض وسروالاً أزرق قصير. في الحال. اطمئني سيدة حلوب، السيد سلطان يعرف كل أماكن الغابة جيداً ويستطيع أن يمسحها بالكامل بنفسه. بكور وليلي سيبيتان في حضنك الليلة. هل هو ماهر؟ إنه مذهل. إنه يطير بسرعة كالضوء، وبصره الأكثر حدة بين سكان الغابة. كل ما علينا الآن أن ننتظر وندع المحترفين يعملون. ترك سلطان عشه المتواضع وحلق عالياً بنشاط. طار نحو الغرب ثم عطف نحو الشرق حتى وجد مكاناً مهجوراً. أخذ يحلق حول المكان ويبحث بكل ما أوتي من قوة، وعندما كاد ينتهي من البحث وجد أخيراً ما كان يبحث عنه. لقد عثر على ليلي وبكور. وجدت أطفال السيدة حلوب في حفرة، سأعود الآن وأحضرهما معي. لقد كنت متأكداً أنك ستفعلها. انتفضت السيدة حلوب من الفرحة، وبعد دقائق
سمعوا طرقاً على الباب. كان ذلك هو الصقر سلطان برفقة ليلي وبكور. أقبل الصغيران نحو أمهما ووعداها بعدم الابتعاد عنها مرة أخرى. قلقت عليكما كثيراً ولم أستطع تحمل غيابكما. كنا نلعب الغميضة عند البحيرة ثم انزلقنا في الحفرة فجأة، لكن السيد سلطان جاء وأخرجنا. نحن آسفان، لن نفعلها ثانية. حسناً يا صغيري، لا أعرف ماذا أقول، لا يوجد كلام يعبر عن شكري. لا تقولي هذا سيدة حلوب، سأكون دوماً بجانبكم. لا بد أن الصغيرين قد جاعا. ما رأيكم أن نشرب معاً حساء البروكلي؟ لقد صنعته بنفسي، وبعده نتناول حلوى البودينغ. رائع، هيا بنا الآن. أعطى الأستاذ ثعلوب السيدة حلوب هدية. هذا من أجل أمان الأطفال، حتى لا تغفلي عن الوقت مرة أخرى. أنا حقا لا أعرف كيف أشكرك أستاذ ثعلوب. كان الوقت مساء وكان الأستاذ ثعلوب يستعد للنوم، لكن فجأة سمع طرقا على بابه. من هناك؟ أستاذ ثعلوب افتح الباب، أنا رشيدة. أهلا سيدة رشيدة. أهلا أستاذ ثعلوب، آسفة على مجيئي في هذا الوقت المتأخر. لقد انطلقت باتجاه منزلك منذ الصباح ولم أستطع الوصول إلا الآن، فسرعتي منخفضة ولا أعلم ماذا أفعل. لا بأس، تفضلي. دخل الاثنان وجلست السيدة رشيدة، ثم قدم لها الأستاذ ثعلوب كوباً من الليمون بالنعناع. تفضلي اشربي هذا، سيشعرك بتحسن بعد كل هذا المشي. شكراً لك. والآن أخبريني كيف أساعدك. اليوم صباحاً كنت في السوق أشتري بعض الأشياء، وفجأة وجدت صفاً طويلاً من الزبائن يقفون خلفي، كانوا ينتظرون دورهم، ثم أخذوا يصيحون ويصرخون حتى أن بعضهم منعتني بالسلحفاة. وما المشكلة في ذلك؟ أنهم قالوها بسخرية أستاذ ثعلوب، رغم أني بذلت قصارى جهدي لأتحرك بسرعة. أجل فهمت. على كل حال اقترح البعض أن يكون لي مساري الخاص، وأنا أرى هذا حلاً جيداً. إذا أصبح لي مساري الخاص وأيضاً حارتي الخاصة، فلن تكون سرعتي حينها عائقاً لأحد، ولن أتعرض للسخرية مني ومن سرعتي مرة أخرى. تقولين مسارك الخاص؟ نعم، مثل مسار سيارات الإسعاف ومسار الدراجات. أستاذ ثعلوب، يجب أن يكون هناك مسار للسلحفاة أيضاً. لكن إذا فعلنا هذا فكل واحد ربما سيطالب بتخصيص مسار له حتى لا يقوم الآخرون بإزعاجه، وبالطبع هذا مستحيل. أريد فقط أن أعيش بسلام دون إزعاج من أحد، أرجوك ساعدني. أخذ الأستاذ ثعلوب يفكر، أراد أن يجد حلاً لها لكن لم يكن يعرف كيف يصل إليه. لقد وجدتها. حقاً؟ هل سيوفرون لي طائرة خاصة؟ أنا لا أصدق. كلا. ماذا إذن؟ ما رأيك سيدة رشيدة بأحذية التزحلق؟ أحذية التزحلق؟ نعم، ستساعدك للسير أسرع ولن تعطلي الصف خلفك مرة أخرى. إنها فكرة رائعة أستاذ ثعلوب. أظن أنني محتفظ بحذاء التزحلق خاصتي منذ كنت صغيراً. حسناً. في الحال ذهب الأستاذ ثعلوب إلى ورشته وظل يبحث في أدواته القديمة. نعم، ها هو. ماذا؟ هل وجدته؟ أجل وجدته، تفضلي جربيه. عظيم. ياه، شعور مذهل جدا. شكرا جزيلا أستاذ ثعلوب. على الرحب سيدة رشيدة، وانتبهي جيدا. حاضر.
مضت السيدة رشيدة تتزحلق في سعادة، ونام الأستاذ ثعلوب فخوراً بما فعل.